ما معنى اسم سيرين؟ هو اسم علم مؤنث يعود إلى أصل إغريقي، حيث أن سيرين لدى الإغريق معناها حورية الماء، التي نصفها الأعلى إنسان ونصفها الأسفل حورية. كما أن له معنى آخر وهو الوردة أو الزهرة الجميلة أو قمة الجبل. أما اسم سيرين في المعجم العربي عفوا، هي عبارة عن كلمة مركبة من سير بمعنى الشبع، وين هي علامة من علامات التفضيل. وبهذا يكون مع كلمة سيرين في المعجم العربي هو الكثيرة الشبع، بمعنى أن هذا الاسم يطلق على الفتاة الممتلئة أو العبلاء. ولدى العرب فإن اسم سيرين يطلق على المرأة ذات الشأن أو الجمال أو عروس البحر. لا يوجد تحريم في تسمية هذا الاسم، والدليل على ذلك أن أخت السيدة ماريا القبطية زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تسمى سيرين، وهي زوجة حسان بن ثابت رضي الله عنه، وقد أنجبت منه عبد الرحمن. فإن كان هناك شبهة في هذا الاسم، كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تقوم بتغييره، مثل معظم الأسماء التي تم تغييرها من قبل أصحابها بعد ظهور الإسلام. من صفات حاملة اسم سيرين هي أنها فتاة نشيطة وحيوية، تحب السهر وهي خفيفة الظل، تهتم كثيرا برشاقتها، وتحب تناول الفواكه، كما أنها مجتهدة جدا في عملها ودراستها، وهي كريمة إلى حد الإسراف، ولكن من عيوبها أنها كثيرة العناد والتسلط في بعض الأحيان.